ارتبطت الحضارة المصرية بالزراعة، وعلى ضفاف نهر النيل ظهر أول فلاح، فلاح عمره 7000 عام. القطاع الزراعي كان دائما له الأولوية في الاستراتيجيات المتعاقبة لمصر، نظرا لأنه مرتبط بالأمن الغذائي القومي. ونحن في هذه المرحلة التي تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد والإبداع والتكاتف من أجل البناء والتنمية. ذلك دفع الدولة لتنفيذ المبادرات والابتكارات البيئية والزراعية، وهذا يستوجب تضافر جهود العاملين بالقطاع الزراعي لترسيخ دور الزراعة المصرية في التنمية المستدامة. نحن اليوم نحتفل ونكرم كيان لا يمكن لأي تنمية زراعية أن تنجح بدونه، وهو المهندس الزراعي الذي يعتبر أكثر الناس ارتباطاً بهموم المزارع والمسؤول عن تقديم المعلومة الإرشادية للفلاح. متحدياً كافة الظروف يتفقد المحاصيل تحت أشعة الشمس الحارقة ويتجول في الحقول وسط برد الشتاء القارس، وهو صديق الفلاح، هو الصديق الحقيقي الذي يستمع إلى همومه ومشاكله. المهندس الزراعي يقدم علمه للفلاح في كافة النواحي ويجيب على كافة تساؤلات المزارعين. المهندس الزراعي بحاجة ماسة لإعادة مكانته الوطنية والمهنية، نظرا لأن أي تنمية زراعية لا يمكن أن تنجح دون مهندس زراعي. ومصر ترعى المهندس الزراعي وتنتظر منه تحقيق الآمال الملقاة على عاتقه وتنفيذ دوره في تحقيق الأمن الغذائي. احتفالنا اليوم يؤكد على أهمية دوره في الفترة الحالية بالتزامن مع انطلاق مصر في العديد من المشروعات الزراعية المتكاملة ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. فدور المهندس الزراعي فعال في التصنيع الغذائي والإسهام في تحسين الأداء لزيادة إنتاج المحاصيل. تحية واجبة لهذا الجندي المجهول للآخرين، لكنه معلوم لنا المهندس الزراعي المصري.